الباب. صباح الخير مضى. هنا راكي في بلاصه؟ على بالي راني في امان، ولو كان عيط واحد ما يسمعني ماكش حين تمسوني. مو في تكون خطفني. ما نقدرش نقول لك، ما عنديش الحق باش نجاوبك على هاد السؤال، لازم نستنى المعلم. معليش، كي خطفتوني من دار يما كان عندي ساك وراه. وي ماضا راه في الخزانه اللي اون فاس ليك، اش ما خصك ثاني؟ جيب لي قهوه وحاجه ناكلها وما تخلطليش لي فخيت بالحوت. وي ماضا على بالي بلي عندك حساسيه. تسمع بابا اللي خطفني حاجه واحده اخرى ماضا. تفضل.